راهنا واحد شويه كي دايرين لاباس عليكم. نتمنى تكونوا يا ربي بالف خير وعلى خير. المهم واحد لا فيديو تصورات البارح الوالده ديالي كدير معكم الطريقه ديال الكسكسو ديال التفاعيه وكان شويه ديال الضحك وداكشي. وصراحه انا ما كنتش عواله باش نصور اصلا ما بنتش معايا لانني كنت عيان وشي شويه كان وهاني قداك. المهم كنت مريضه اليوم شويه لاباس حسيت شويه لاباس قلت غدا ندير مقدمه ديال الفيديو نبان فيها ومن بعد نشارك معكم لا فيديو اللي صورت الوالده ديالي. نتمنى يا ربي تعجبكم والدعوه معها الله يعطيها صحيحتها ويطول لنا في عمرها. صراحه كانت لا فيديو زوينه وسبونطاني كتهضر على طبيعتها ما توقعتش بعدا شي هضره بدات كتقول وما توقعتهمش منها وصراحه دازت زوينه خلاتني ندم على هاد عامين كامل اللي دوزات عندي وانني كانت عندي الفكره انا دابا شي عامين وبحكم كنت ولدت ومهم طراف بزاف ديال الحوايج اللي خلاوني من مهم ما نصورش. فالفكره كانت كيف ما قلت لكم اللي جات عندي وتاي كانت كتقول لي صوري ديري شحال من حاجه كدوز مناسبات شي حوايج اللي يستاهلوا انهم يتصوروا وما كنتش كنصور وعندي واحد الدافع كبير عندي البنت الكبيره كتموت على شي حاجه سميتها التصوير. البارح انا ما عرفتش بعدا كيفاش غنسمع الوقت والواد الدراري الصغار وداكشي وعارفين خاص تكون اون فيديو اللي ما يكونش فيها الصوت خاص بزاف ديال الحوايج. فالبارح الحمد لله داز كلشي على خير ضحكنا شويه والله الا ضحكنا بصراحه في دوك الفيديو. المهم انا غادي نشارك معاكم ونتمنى يا ربي يعجبكم. عتي لقيتوني يلا فقت عندنا جو مغمم فطرت حاطه كويس ديال اتاي الوالده صايمه اليوم الاثنين. هاد الفيديو ما عرفتش فوقاش غادي تنزل نقدر ننزل اليوم لان كانوا دي فيديو اللي ما فيهم ما مستاهلين لا مونتاج لا والو مستاهلين غير نقادهم في اون فيديو صافي. المهم كنتمنى يعجبكم كنتمنى تعجبكم لا فيديو وتقبلوا علينا هي راه ماشي شي حاجه. المهم كان فيها الضحك وانا مجرد ما ان فيها الوالده ديالي فهذيك عندي بالدنيا وما فيها داكشي علاش عجباني. يلا نتمنى يعجبكم ما تمشيو فين. هاي البنات مدام جيجي الله يخليكم الوالده هنا دير لنا التفايه هنا اش درتي يا امي؟ لا جوج دجاجه فيها جوج كيلو مثلا هذه جوج فيها جوج كيلو غديري شحال ديال البصله؟ ربطات الربيع والمعدنوس درت البصله راس تاع البصله نشحر بالدجاجه اوكي عاشق ديال الخرقوم بلدي هاش درتي الخرقوم؟ عاشق تاع سكينجبير الفلفل الاسود البزار البزار حنا المغاربه نقولوا البزار المصريين يقولوا الفلفل اللي كتحطي فلفل اسود الفلفل الاسود اي السمنه هذا السمن بلدي سمن جاي من مراكش مدينه مراكش سمن سمن الحر عطيت تلاقي شو ميشا هم درجي هذا الزيت زيت المعدة بسم الله على فكرة يا عم ما تخلص اخدها مز انت عايزة تترجم يعني نترجم لك بينه وبينك بسم الله بص على فكرة عمال بترجم لك هيك الزعفرة كاملة فتحي لي غادة شوفك فتحي لي غادة دابا هذا غير نصيب ديال الدجاج وهذاك اللي نصيب الدجاجه هذا نصيب الدجاجه طعام بالتفايه كسكسو بالتفايه هذه زعفران زغبه هذا الضامه ضامه ضامه زعفران مثالي الضامه ملح فين هي الملح ديروا على قياسكم نتوما جهدكم كلها بغا ياكل المسوس اللي بغا ياكل الملح اللي فيه الطاطيو نقص الملح طيبوا المسوس بتقول لك اللي عنده الضغط ما يحطش ملح عنده ماي اللي كتب يلاه عندي هذه هي راحت خلاص هي خلاص جيزه غدا حتى هنا حط شالت لا انت عايزه تترجمها طب يا ستي نترجم لك بالنوبيه هذه هذه البصله
هذه البصله 2 كيلو تاع البصله ولا 3 كيلو 2 كيلو ونص ديال البصله باش طيبي كيلو الكسكسو حيت البصله تطيب وتتبرد. هذه الربيع مع معدنوس. شوفي امي كانت تصلح شيف بس شويه كنجبير زنجبيل ده زنجبيل خرقوم بلدي ده كوكو بلدي حبيبتي زهر اسود بلدي الحبيب هذو في البصله باش نصلوا البصله ده بس عشان البصل يعني هو بيجي كده غادي ده ندير فيها الزيت كرمل المائده وزيت الزيتون شويه عايز زيت الزيتون ديري زيت الزيتون زيت الزيتون تا هو يدار مع البصله بسم الله انا شاد ديال الكاميرا جيج ماشي مشكل تبان ياك تسمع خليك ايه انت راه ما درتش درت السمن السمن هذا ديري فيه السمن هي ندير فيها شويه السمن باش نصب البصله باش تجي الطغميره زوينه دابا غادي نشحر الدجاجه مع شويه البلول منها دابا هذيك الدجاجه غادي تشحرها ياك نشحر الدجاجه ونلوح شويه البلول ديال الدجاجه طيب فيها البصله هاكاك دابا تتشحر هذيك غادي باش تدير البلول على البصله ولكن ملي تنوض البصله حطو عليها طيب عليها المهل ويدك ما تزقاش من تحت هذا الزبيب اخر المطاف نديروه فمع البصله باش ما يجيكمش البنات حامض هذه البصله هي غادي تعسل لي البصله غادي نعسلها ديال البصله من الزبيب ارميه مع البصله باش ملي يطيب ما يجيكمش حامض واخير ذاك اللي ندير السكر وندير القرفه حتى الاخر اللي ان شاء الله تطيب البصله اللي ندير غندير الحمص حمص مسلوق طايب نص طايبه في السلطه غادي تو غتزيدي هنا غادي نزيد الحمص في البصله وندير القرفه وندير شويه السكر السكر على حسب الحلاوه اللي بغيتو نتوما اللي ياكل سكر كاين اللي ما ياكلوش هانتوما هنا البنات قلينا البصله داك شويه نص كاس ديال الماء تقريبا لا نص كاس ديال الماء درناه على الدجاجه بما قليناها ودرنا فيها الماء دابا غادي ناخذ واحد جوج مغارف ديال الماء نديرهم على هاد البصله البصله درنا فيها الماء لا والو هي راسها ترخي الماء كفايك عشان هي برضو حتنزل ديال الماء صافي هكا خليكم معنا خليت هذيك السيده اهو هنا هنا البنات درنا الحمص من بعد ما تشحرت البصله ممكن تحركي كده ايوا خلاص هنا البنات هاي الدجاج ديالنا هذا بديت كطيب غادي نزيد على هاد لاصوص ديال المطيشه درت الجهد ديال 4 مطيشه سبحان ماكيك وهنا كاينه التفوره الاولى ديال الكسكس مامي شنو كديري دابا دابا ديال الفوره الثانيه ياك وشوفي في الناس مالك حشمانه قول لهم ها نتوما المشاهدين اها هادي دابا شحال درتي فيها ديال الماء جاهز مثلا اللي ما تعرفش دير كسكسو قيس كاس مثلا ديال العنبه غير ما ما تشربوش بزاف ياك دابا هادي حنا الفوره الثانيه الفوره الاولى والثانيه هي غادي نردوها هكاك كاين شي حاجه لا بسم الله تبارك الله على جيجي مدام غدا بقول لها مدام جيجي صح انتم كسكسو مدام جيجي بتقول لهم بصوا مدام جيجي بتقول لهم بصوا على الكسكسي بتاع مدام جيجي انا مراه مراه انتي قامتي مدام جيجي شادي جيجي شنو هي جيجي راه كندلعوك زعما بتقول لك دا جيجي بقول لها اسم الدلع تسميها مدام جيجي؟ على امي تسميها صفحه مدام جيجي؟ شكلها كده ايوه حلو حلو؟ يلا ماما صافي دابا عندي الفوره الثانيه ياك؟ الفوره الثانيه
خليكم معنا، قولوا خليكم معنا المشاهدين، خليكم معنا المشاهدين. المهم هانتوما البنات هنايا بدات كتنشف الماء ديال البصله. غادي ندير معلقه كبيره ديال القرفه عاديه، ما عمرتهاش بزاف. هانتوما مدام جيجي راه متابعه معايا، قلت لي حيت ما كايناش البصله بزاف نتعمرش المعلقه ودير معلقه صغيره عامره، والسكر ندير ثلاثه. فهنا البنات انا درت القرفه، دابا غادي ندير السكر، غندير تقريبا واحد جوج معالق وغادي نذوق، ولكن احسن على حساب كل واحد، كاين اللي مكيبغيش السكر بزاف، كاين اللي الله طبعاً راح تبقى لاصق فيه شويه السكر وكش علاش. المهم انا غادي نكمل في التحريك، غادي نذوق باش نشوف السكر واش هو هذاك ونرجعوا معاكم. ها هو دار قربنا نديروا الفوره الثالثه. ها انتم البنات هاي هنا صافي راه تسلات، غادي نطفيها كنا كنشوف غير واحد شويه وغادي نطفيها. هذه الفوره الثانيه، هذه الثالثة، الثانية قالها الثالثة ما كنتي تقلبيني. أواه عاود ضربيني شنو عرف شوية. الثانية اللي غادي نفوق ندير الثالثة. ويلا أنا كيسحب لي الثالثة. مسقي إن شاء الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله. هذه الفورة الثانية. قلت إن شاء الله ولا إن شاء الله؟ الثانية إن شاء الله. أميرة إن شاء الله. الثالثة. إن شاء الله ماشي إن شاء الله، ديما كتقول إن شاء الله. إن شاء الله صي. الله يعطيك الصحة. جيبي الملح، جيبي الملح. تعاون مع الله يعطيها الصحة. جيبي الملح. الله يعفو عليا، الله يسهل عليا نمشي لبلادي. هانتي غادة غادي غادي البارك بارك قلاوان، جيت عند بنتي جيت عندها تولد، حصلتني كورونا هنايا شدتني، حصلتك بركة عامين. دابا شنو غديري؟ الملح. درتي الملح والزيت؟ لا عرفتي حنا راه كنعلمو بحال حنا هاد البنات، راه هاد الفيديو غير شاركناه معاكم، حنا ماشي القصد اننا نوريكم. فعلا كاينين الناس اللي طلبوه وبغاو بحال هاد، بحال جارتي، بحال شي وحدين تنعرفوهم من طرفها، قال لك الا صورتي بغينا نعرفوا الطريقه. بحال واحد ضيقو من طرف السيده اللي كانت معايا، هي نزلت دابا تشوف غير رجلها وترجع. شنو كنت بغيت نقول؟ صافي وعرفتوا راه الفكره ماشي ديالي اصلا، ديال الوالده. والله حتى الفيديو باقي ما دايره ليه مقدمه، حيت كنا جالسين وقال لي جي نصوره، هي من الناس اللي شجعوني باش ندير يوتيوب، قالت لي تلعيفه احسن تبقى جالسه بوحدك. كون جيت عليهم هما راني دايره دابا شي عامين من ملي جات عندي الوالده. ايوا ما كتبش كل حاجه في وقتها مزيانه. درتي الزيت؟ دابا ديري الماء؟ نديرو الماء بسم الله. إليم انا درت الماء، غسل بوك البرما باش ما تبقاش ديك البلون، غسل بوك البرما، غسل البرما. يلا بدينا صوبتي هادو صافي صافي. ساليتي؟ لا باقا ما ساليت. ايوا هضري عاودي اليوم على شي حاجه، جيتي حصلتي عدي بغيتي بحالك كضحك. نمشي بحالي، الله يسهل لي، نمشي عند ولادي، ولادي توحشوني حتى انا توحشت ولادي. انت توحشتيهم؟ انا من مدينه كازا. قول لهم شحال عندك من عام؟ 120. لا ويلي صغيرة على 120، عندك كثر شوفي 120 عام، خلي ما نجيب 160. لا ما نجيب 160 وارد. والدعم الله يسهل عليهم، اللي بغى شي حاجه الله يسهل عليه، واللي بغى يتعلم الله يعلمه، واللي بغى شي حاجه الله يسهل عليه. امين يا ربي. واللي مشى شي حاجه يديرها الله يسهل عليه. امين يا ربي. امين. واللي كيتمنى شي حاجه الله يحققها ليه، حاجه الله يحققها ليه. امين. هادشي اللي عرفنا الله. امين. انت يا امين برا ماشي بحال هاد الصغار ومن الدعويدي ياك. ولا جا كسكسو بعقلو هادي، مالو كان مسطي؟ قالت لكم جا كسكسو بعقلو بحال هو كان مسطي. ديك صوت تهيتو لكم المشاهدين، المشاهدين صوت فكرني في ديك نعيمه البدويه. هانتوما المشاهدين. خديجه صاحبه الهام.
ياكل شي لصحاباتك. طيب عيشة سارة ست سارة من سارة تخرجت في الكوكب ديال زحل. سارة صاحبة إلهام. عيشة عاي في المغرب تجي نفور لك كسكسو وكفاية. راه قريبة تجي عيشة. سارة تاي ماما تاي في زيديني الماء وفي زيديني الماء. شنو هذا اللي عندي ندخره؟ شاد ولدك يموت على الوالدة. شو باغي يمشي عندها بأي طريقة؟ شكون الأستاذة الأخرى فين طالعة؟ هذيك الأستاذة إلا لاحظتو قطعت الفيديو مشيتها لأنها كانت كضرب في خطا. لي زدت حيدة لا. طب نزلي من على الطاولة ليش هيك؟ هيا سارة سارة حبيبي يلا بلاص نحطها. هاو الكسكسو ديال مدام جيجي وجد. طب ايه يا جماعة ايه رأيكم في الريحة؟ تحفة جميلة جنن مش قادرين نستنى. طب كلي المهم البنات كان هذا هو الاخر ديال الفيديو. الله يخلي لكم مواتكم واللي ميتين الله يرحمهم. الام نعمه كبيره هي اللي كتجمع وليداتها وكتبقى حاضنه عليهم. الله يخليهم لينا ويطول في عمرهم ان شاء الله. نشوفكم فيديو جديد. باي باي.